حنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي النواب الفائزين في الانتخابات والقوى التي وصلت إلى البرلمان المقبل. وخلال تغريدة له على حسابه بتويتر، أعرب الكاظمي عن تمنياته للقوى السياسية المشكلة للبرلمان المقبل لتحويله إلى مجلس عمل وبناء ودعم للدولة. شكل وهوية البرلمان العراقي الجديد بعد الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات محور متابعة في ظل أمل بمواصلة الحكومة المقبلة السير على النهج المعتدل الذي أرساه رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، وتحييد العراق عن سياسة المحاور والخلافات، وأيضا تعزيز دوره كدولة وازنة لها أهميتها الجيوسياسية. ليس العراقيون وحدهم من ينتظرون ويترقبون نتائج الانتخابات التشريعية الحالية، فالاقتراع الذي يعقد بأمر شعبي يعد محط أنظار الكثيرين في الدول القريبة والبعيدة من بلاد الرافدين، نظراً لأهمية العراق الجيوسياسية التي تعاظمت بخطوات رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أظهر بغداد كلاعب دولي مهم في مجريات ومشكلات المنطقة والعالم. فمع الكاظمي رأينا العراق يلعب دوره المهم من جديد باستضافة مؤتمرات دولية تبحث شأن المنطقة، وعادت بغداد لتعبر عن رأيها وفقا لمصالح شعبها، وهو ما جعلها تمد جسور التعاون والقربة مع دول عربية وخليجية عديدة. تعودت المنطقة على شكل العراق الحالي ولا تريد منه إلا أن يكون أكثر شراكة وتعاونا، وهذا ما يجعل هوية المنتصر في الانتخابات مهمة للعالم، خاصة وأن القوانين الحالية للاقتراع تمنح الفائز حق اختيار رئيس وزراء العراق القادم، والشرق الأوسط يمر بمرحلة نشاط دبلوماسي مع ما ينتظر البلاد من مرحلة مفصلية باكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي، الأمر الذي تمضي فيه واشنطن بلا هوادة. فدول العالم تنتظر أن يخرج العراق ببرلمان وحكومة صديقة، ومواطنو العراق يتطلعون لمن يؤازرهم ويحقق مطالب ثورتهم. للمتابعة ينضم إلينا من بغداد مراسل الإخبارية الزميل فراس الدليمي. فراس، ما آخر الأرقام؟ هل من تحديث للأرقام الأولية التي ظهرت وضعنا في الصورة عن نتائج هذه الانتخابات وتأثيرها في المحيط العراقي الآن؟ نعم، يعني بالحقيقة يعني بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم، وقد تأخرت كثيرا عن الموعد المحدد في إعلان النتائج النهائية لأسباب حقيقة لربما سوف أذكرها الآن، بحسب مصادر كانت مقربة داخل المنطقة الخضراء من القرار الحكومي بأن قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اليوم قد جاء من أجل أن يحاول التلاعب بالنتائج وإعطاء أصوات أو مقاعد للكتل السياسية التي متحالفة مع طهران، خصوصا التي لديها ميليشيات وفصائل مسلحة كتحالف الفتح وأيضا عصائب أهل الحق ويعني كتل أخرى. لكن يبدو أن محاولة قاآني اليوم قد باءت بالفشل، وقد عاد أدراجه إلى إيران مرة أخرى دون الحصول على نتيجة، أو لم يسمح له بالتلاعب بهذه الانتخابات كون الأمم المتحدة هي المسؤولة على نتائج الانتخابات بحسب القانون الجديد وقانون الانتخابات الجديد، وأيضا الذي شكلت على أساسه مفوضية الانتخابات لم تسمح له أيضا الأمم المتحدة بالتلاعب بهذه النتائج. لكن ماذا عن النتائج فراس؟ هل لا يزال نفس المقاعد التي حصل عليها التيار الصدري وأيضا تقدم؟ يعني التيار الصدري بدأت تتصاعد مقاعده، تجاوزت 75 مقعد، وهناك 6% من الأصوات لا زالت لم تكتمل في مفوضية الانتخابات، وبالتالي هذا العدد من المقاعد قابل للزيادة خلال الساعات المقبلة، لربما يصل إلى عتبة 80 مقعدا التيار الصدري، وتقدم وصل إلى 42 مقعدا بحسب التسريبات الأخيرة
الأخيرة التي وصلت من المفوضية، إضافة إلى أن التحالف الكردستاني أيضا حصل على 32 مقعدا قابلة للزيادة بعد أن تكتمل عملية فرز الأصوات بشكل نهائي. لكن هناك سقوط مدون حقيقة لتحالفات وأحزاب كان لها مقاعد كبيرة جدا في الانتخابات الماضية بعد أن تلاعبت وزورت الانتخابات، منها تحالف الفتح الذي لم يحصل إلا على 14 مقعدا، وأيضا تحالف عمار الحكيم قوى الدولة لم يحصل إلا على مقعدين، وتحالف النصر التابع للسيدة العبادي أيضا على مقعدين فقط، ولم يحصل أيضا تحالف التابع لعصائب أهل الحق سوى على مقعد أو مقعدين فقط في هذه الانتخابات. وأيضا هناك الحركات التشرينية امتداد وتحالفات أخرى معها، لربما سوف يصل عدد المقاعد الخاصة بهم إلى 25 مقعدا، سوف يكون لاعب كبير في تشكيل الحكومة المقبلة، وأيضا لاعب داخل قبة البرلمان إذا ما تحالفت معهم لربما بعض الشخصيات الأخرى المستقلة التي فازت بالانتخابات. يعني هذه الأرقام التي يعني ذكرتها المفوضية وأيضا التحالفات أو الكتل السياسية نفسها بعد أن حصلت على هذه المعلومات من قبل المفوضية، وهذه الأرقام لربما قابلة للزيادة في لربما في الساعات المقبلة بعد أن تكتمل العملية بشكل نهائي. حقيقة الآن أيضا جماهير التيار الصدري يحتفلون في شوارع العاصمة بغداد، يجوبون الشوارع محتفلين بهذا الفوز بالنسبة لهم، إضافة إلى أنه أيضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كانت له كلمة قالها بعد إعلان النتائج بأن لا مكان للفاسدين، ويجب أيضا السيطرة على السلاح المفلت الذي يعمل خارج نطاق الدولة، وبالتالي ربما ستكون هناك حراكات داخل قبة البرلمان، حراكات سياسية من قبل التيار الصدري والكتل التي سوف تتحالف معه. نعم، سنتابع بالطبع في الإخبارية تطورات هذه الأرقام والنتائج بشكل أنيش. شكرا جزيلا لك فراس الدليمي مراسل الإخبارية، كنت معنا من بغداد. أعلنت مشاهدين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تطابق نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم اختيارها بالقرعة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100% للتصويت الخاص. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي إن لجانا فنية ستتولى تذليل أي عقبة واجهت عملية التصويت الخاص هذا. وفي خضم المعترك الانتخابي أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على سامي جاسم نائب زعيم تنظيم داعش السابق ومسؤول المالية بالتنظيم خارج العراق. الكاظمي أكد أنه في الوقت الذي كانت القوات الأمنية العراقية يقظة لحماية الانتخابات نفذ جهاز المخابرات واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، إلا أنه لم يوضح المكان أو مزيد من التفاصيل. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الالتزام من الأممي بدعم الحكومة والشعب العراقي. ونقل دوجاريك عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إشادته بما وصفه بتصميم نساء ورجال العراق على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع، منوها بالجهود المكثفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان انتخابات برلمانية مبكرة نزيهة وسليمة. ونتوقف الآن مشاهدينا لنتابع ما أظهرته النتائج الأولية للانتخابات العراقية حتى الآن، ثم نعود للنقاش.
ينضم إلينا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية دكتور معن الجبوري. دكتور معن، مع الأرقام الأولية والتي ذكرها مراسلنا، التيار الصدري تقدم والكردستاني صدارة، بالتالي وأيضا امتداد حد يعني يتوقع والتحالفات معه 25 مقعدا، ما تأثيرها في مشهد تشكيل الحكومة ومع كلمة الصدر بعد هذه النتائج بأنه آن للشعب أن يعيش بسلام بلا ميليشيات تنقص من هيبة الدولة، وكأنه يدعو إلى تسليم السلاح المنفلت إلى الدولة؟ طاب يومكم أستاذ العزيز والسادة المشاهدين. حقيقة لأذكر ملاحظة وأنا قادم في جانب الرصافة، هناك الملايين من السيارات العربيات وطبعا التي تحمل صور السيد مقتدى وهي تحتفل وتستعرض بهجتها وفرحتها بفوز مقتدى الصدر على مستوى الأحزاب، على مستوى جميع الأحزاب طبعا وتحديدا الأحزاب الشيعية، وهذا جاء مؤيدا لكلمته التي أعلنها في قبل قليل التي تفضلتم بتفاصيلها، وذكر فيها حقيقة جملة ملاحظات أهمها على السلاح المنفلت. هذا جانب يشكل طموح الشارع العراقي الذي طالما هدد السلم المجتمعي في العراق، والأحزاب التي كانت تعتمد على هذه الفصائل والميليشيات، وأيضا أكد على عدم السماح بأي تدخل خارجي، أي تكون الكلمة الفصلى هي للشعب العراقي وللأحزاب العراقية. وبالمقابل بالنسبة للسيد الحلبوسي أيضا حقق مركزا متقدما في الأحزاب السنية والأحزاب الكردستانية. طيب لكن إذا كانت الانتخابات أفرزت هذه الأرقام وبالتالي تقدم التيار الصدري في شيعيا، إلا أن أحزاب وتيارات أخرى غير راضية بالتأكيد عن النتيجة، والبعض توقع في استطلاعات رأي أنه تفضي الانتخابات إلى زيادة المشكلات الأمنية والسياسية وربما صراع طائفي لا قدر الله. حقيقة المخاض سيكون عسيرا بعد في تشكيل الحكومة. نحن الآن بصدد فقط إعلان النتائج للأحزاب ولما حققته في صناديق الاقتراع، ولكن الإشكالية التي ستحدث ونتمنى أن تمر بنفس السلاسة التي مرت بها الانتخابات هي مسألة تشكيل الحكومة. نحن نعلم هناك أحزاب متنفذة حاكمة تمتلك المال والجاه والسلاح، وكلما كبر حجم الفصيل المسلح لهذا الحزب كلما كبرت إمكانياته وفرض هيمنته في الشارع العراقي. على هذا الأساس ستكون هناك حقيقة عملية لي أيدي، ونتمنى أن لا تصل إلى مرحلة كسر العظم فيما بين هذه الأحزاب لكي تحافظ على مكتسباتها التي حققتها. ليس من السهولة وأين مكان الشعب في كل هذا إنجازاتها ومكتسباتها إذا كان لدينا التيار الصدري بثمانين مقعدا يتوقع بثمانين مقعدا، يعني الضعف عن الثاني، بالتالي مقتدى الصدر قال دعا إلى ورقة إصلاحية لا كعكة يؤكل منها أو تقاسم للسلطة على حساب الشعب، وهو هدد باللجوء إلى الشعب أيضا في عملية دعم القرارات. نعم، وهذا ما يعيدنا إلى عام 2019 أستاذ العزيز، وإلى ثورة تشرين التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي، وهذا حق دستوري. نحن نعلم أن الشعب هو مصدر السلطات، هو مصدر التشريع، يعني عندما تخرج هذه الجماهير في معارضتها في انتفاضتها وفق الأطر السلمية ووفق ما يسمح به الدستور طبعا
التيار الصدري يعتمد على رصيده الشعبي، هو حزب شعبوي كما هو معلوم ويمتلك الرصيد الجماهيري، وهناك على الصعيد الآخر أيضا هناك طبقة شعبية مساندة للأحكام المدنية خارج إطار الأحزاب الإسلاموية التي تتبع الطائفية طبعا من ناحية، وتتبع ولاية الفقيه من ناحية أخرى، حيث هناك أحزاب طبعا خسرت جزء كبير من رصيدها ومن قواعدها التي كانت تعتمدها في خصوصا محافظات الفرات الأوسط والجنوب. لذلك نحن نأمل بأن يتم هناك تنسيق ما بين الأحزاب السيد مقتدى والحلبوسي والأحزاب الكردية في خلق جبهة مضادة لهذه الأحزاب، وبالتالي تأسيس حكومة تنظر إلى مصلحة الشعب العراقي وتحقق طموحه الذي سعى إليه والذي حاول أن يصله من خلال صناديق الاقتراع. إذن دكتور معن الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، ويرى بأنه العراق هو من انتصر في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك.